مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم. مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.